ثلاثة من الشهداء زفتهم البحرين قبل أسابيع، واليوم تقف البحرين أيضا على أجساد ثلاثة من الشبان الشهداء. نفس الصورة ونفس الرسائل ونفس العوائل ونفس الأمهات ونفس الأرواح. عائلة الشهيد مصطفى تقول: لدينا أكفان لشهداء آخرين، هذا كفن الشهيد جاهز. وعائلة الشهيد محمود تقول: الحمد لله الذي وفقنا أن نعطي شهيدا وقودا لهذه الثورة. والشهيد رضا الغسرة يقول قبل استشهاده لعائلته: لا أريد بكاء ولا مسيرات لأجلي، أريد الاستمرار في هذا النهج في مواجهة هذا الظلم وهذا الطغيان. هؤلاء الشهداء عندما ننظر إلى زاوية أخرى من حياتهم يجسدون قول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا الشهيد الثابت القاسي في كلماته وفي سلوكه أمام الطغيان تجده في عائلته كالحمل الوديع. وهذا ما قيل لي عن رضا الغسرة. رضا الغسرة الذي يتكلم الكثير عن شدته وعن بأسه وعن شجاعته وعن عنفوانه، كان هذا الشاب كالحمل الوديع مع أهله. كان هذا الشاب يتعامل معهم بلين مطلق. عندما نعزي أهالي الشهداء نحن لا نعزيهم إلا لأنهم فقدوا هؤلاء الرجال، لكن الشهادة فخر لهم وللشهداء. وهذه الشهادة هي نتيجة لسلوك، وهذا السلوك انعكاس لإيمان، وهذا الإيمان بني على معرفة. لذلك ترى نفس القصص، نفس المواقف، نفس العنفوان، نفس الأخلاق، نفس المنهج عند كل أحد من عوائل هؤلاء الشهداء، عند كل شخصية من شخصيات هؤلاء الشهداء، لأن هذا البناء يوصل إلى هذه النتيجة. الإمام الحسين سلام الله عليه استشهد معه زهير بن القين، ويقال أن زهير كان عثماني الهوى. ما الذي أتى بزهير بن القين ليستشهد في كربلاء ويكون شهيدا خالدا مع أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة؟ الرجل كان عثماني الهوى، ما الذي أتى به؟ هي مرحلة بناء أتت به إلى هذه النتيجة. الحر بن يزيد الرياحي، ما الذي نقله من جيش عبيد الله بن زياد، من جيش بني سعد عمر بن سعد، إلى جيش الحسين في ليلة العاشر من محرم؟ هو من جعجع بأبي عبد الله الحسين،
لكن هذا الحر وصل إلى هذه النتيجة لأن كان هناك سلوك، كان هناك بناء، هذا البناء أوصله لأن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ما الذي يجعل هؤلاء الشهداء وهم في ريعان الشباب يتخذون هذا الخيار؟ لأن هناك بناء. ما الذي يجعل أمهاتهم يتخذن هذا الموقف الزينبي؟ لأن هناك بناء. هذا البناء في الحقيقة أظهر معدن هذا الشعب في البحرين. يمكن لهذا الشعب في البحرين اليوم أن يتفاخر ليس فقط على شعوب الخليج، وإنما على مستوى العالم. شعب يقاوم ويواجه ويتحدى ويرفع صوته باللحم العاري والعظم المطحون أمام آلة قتل مستكبرة لا تعرف من الإنسانية شيء، لكنه يصر ويستمر إلى الرمق الأخير. هذا الشعب في الحقيقة يحق لنا أن نفخر به، ويحق لنا أيضا أن نراجع الكثير الكثير الكثير. بدل أن ننظر إلى الشهيد من الزاوية التي نحب، يجب أن ننظر إلى جميع الزوايا في حياة هذا الشهيد. هذا الشهيد الذي يحب في الله ويبغض في الله، هذا الشهيد الذي أنتجه هذا البناء أوصله إلى مرحلة يؤثر فيها أن يقدم دمه في سبيل مبادئه وفي سبيل خير شعبه. هذه القيمة الكبرى، لا يمكن لي أن أصل إليها وأنا أريد أن أصل إلى أهداف أصغر وأحقر من هذه القيم. لذلك أبو عبد الله الحسين عندما خرج إلى كربلاء وأرسل برسالته من لحق بنا استشهد، ومن لم يدركنا ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. الشهادة فتح، وهي فتح لأن هذا الإنسان وصل إلى القناعة التي تقول أن الهروب من الذلة في مواجهة الموت هو خير هروب، وأن القتل واقفا شامخا لا أعطي بيدي إعطاء الذليل هو خير قتل، وأن هذه الحياة هي معبر إلى الخلود. هم أيقنوا من قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم، ليسوا أحياء في الجنة فقط، أحياء عند ربهم. هذه المنزلة التي فهمها الشهيد وفتح بها البوابة من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة هي التي لا يفهمها آل خليفة ولا البريطانيون ولا الأمريكان. هؤلاء إذا كانوا يراهنون على تراجع أبناء البحرين فهم يراهنون على سراب. يجب أن يفهموا هذه الرسالة ويعوها. هذا الشعب قرر جازما، إما نصر لله وفي سبيل الله، أو شهادة في سبيل الله تمهد الأرضية إلى خير هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقنا في هذه الدنيا أن نكون معهم،
ومع هؤلاء الشهداء وعلى نهجهم، واختم لنا خاتمة خير كما ختمت لرضا ومصطفى ومحمود ولشهدائنا جميعاً.